في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وخاصة منها عصابة الأحياء وحفاظا على الأمن والسكينة العموميين، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسحولة مدعمين بوحدات كتيبة بير مراد رايس من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة تقوم بزرع الخوف والرعب وسط سكان حي مريجة بلدية سحولة بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. كما أن هذه العصابة تقوم بترويج الأقراص المهلوسة للشباب خاصة منهم القصر. تم توقيف أفراد العصابة وعددهم 6 أشخاص كلهم مسبوقين قضائيا مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، كمية من الكيف المعالج زائد 0.3 غرام من الكوكايين، ومبلغ إجمالي قدره 278 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج، إضافة إلى حجز هواتف نقالة. سيتم تقديم موقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من مجريات التحقيق بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة، الانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء بهدف خلق جو من اللا أمن.